شنو سياسة الترشيد الإنفاق فيما يخص هذه المدن؟ طبعا استقلال الطاقة على أكثر من وجه. أولا استخدام الطاقة النظيفة في إن شاء الله راح يكون في مدينة جنوب سعد العبدالله، سواء كان الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. نعم. اثنين اللي هو التبريد المركزي للضواحي الديستريكت كولينج، إن شاء الله راح نحاول نطبقه في هذه المدينة، لأن التدرين اللي هو تكل الجزء الأكبر من استهلاكنا للكهرباء لنواحي التبريد. نعم. سواء كان المباني العامة أو حتى الوحدات السكنية. بعد ذلك اللي هو الاستقلال الأمثل لإدارة النفايات. إدارة النفايات في هذه المدينة، بحيث أن احنا من نواتج النفايات يكون في مواد ممكن تستغل في المدينة نفسها أو في إعادة التدوير، وكذلك إنتاج جزء من الطاقة يكون مساند للطاقة النظيفة اللي راح تكون، وكذلك الطاقة الكهربائية. نعم. إلى جانب اللي هي منظومات مراقبة البنية التحتية، بحيث أن أي تسرب يصير في شبكات البنية التحتية يكون في إخطار له مسبق يتم معالجته في وقتها. هذا راح يوفر الكثير من المجهود، يوفر كثير من المال، يوفر كثير من الحفر للبنية التحتية. يعني هل نحن نتكلم عن تخطيط لمدن ذكية مهندس بهم؟ نعم، وهذا هو الأساس في شراكة مع جمهورية كوريا الجنوبية في مدينة جنوب سعد العبدالله تحديدا. وطبعا نحاول ان احنا ناخذ ونستفيد من الأمثلة راح تطبق في مدينة جنوب سعد العبدالله في المشاريع الأخرى.